باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يقول لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا أذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع كلمته المقدسة حتى تأتي هذه الكلمة بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس ونحقق قول الرب يسوع له المجد. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. لقاءنا اليوم يا أحبائي مع هذا الشهيد العظيم، وتعالوا بنا ما نسمع لنسمع ما قاله الكتاب المقدس عن آبائنا الشهداء في سفر الرؤيا الإصحاح 12 ومن العدد 11. أجيب من العدد 10. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلى هنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، أي الشيطان الذي يشتكي على أولاد الله، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. مرة أخرى: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. في جولة سريعة لهذا القديس العظيم اللي ليه مكانة كبيرة في كنيستنا وفي قلوب كل الأحباء في كل العالم، بل وأقول أيضا بالنسبة لأحبائنا المسلمين، الشهيد العظيم ماري جرجس له مكانة عظيمة. لو حابين ان احنا نتذكر هذا القديس باساميه الكثيرة، ماري جرجس هو تعبير سورياني، تعبير سورياني، وهو المعروف ما بين الشعب القبطي جميعا، بل واقول ايضا في استعمالنا في كنيستنا المقدسة. بيتكون من مقطعين: ماري وهي كلمة سوريانية ومعناها سيد، وجرجس وهو الاسم اللي اعترف به ماري جرجس في فلسطين، وبالتالي أخذ هذا اللقب. توجد 10 ألقاب لماري جرجس، 9 في كنيستنا ولقب عند أحبائنا المسلمين. همشي عليهم بسرعة لأنه كلنا تقريبا عارفيننا، بس أنا بحب أن أنا أدي خبر أو رؤية كاملة عن هذا الأسماء، لأنه ناس كثيرة مش عارفة تسميه إيه بالضبط. هو ماري جرجس الملطي، ودي نسبة إلى مدينة ملطة اللي كان منها آباء وأجداده، وهي بتقع في إقليم كبادوكية، عشان كده يسمى أيضا ماري جرجس الكبادوكي، ودي اللي بنقولها في المديحة بتاعته: كبادوكية هي بلدنا، نسبتنا في فلسطين. وأقليم كبادوكية يقع في آسيا الصغرى، في اللي هي تركيا حاليا. الاسم الثاني اللي هو بنتداوله أيضا في ألحان الكنيسة: طفهيم بشويس هرياجون بشويس بأورو جورجيوس، أطلب من الرب عنا أيها الشهيد العظيم ماري جرجس، وهي في الأصل يوناني، كلمة يونانية ومعناها فلاح أو عامل في الأرض. واللي يجيب طب إيه اللي جاب الاثنين مع بعض، نلاقي أنه تركيبة الاسم في حد ذاته تعلن عن ما عمل وماري جرجس في حياته، وهو أنه كان يفلح أو يشتغل في حقل الملكوت، واشتغل في كرم الرب وأخذ هذا الاسم. الاسم الثالث بنسميه ماري جرجس الفلسطيني، لأن والدته كان اسمها سيوبستا، أو في بعض المخطوطات تقول اسمها طاغنسطة، وهي كانت من مدينة اللد
في فلسطين، وده اللي احنا بنحتفل بهذا اليوم، تكريس كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بمدينة اللد في فلسطين. يسمى ايضا ماري جرجس الكبير، ماري جرجس الكبير، وده تمييز ليه عن قديسين اخرين باسم ماري جرجس، وهو بكرة ايضا في نفس اليوم ماري جرجس السكندري، ودي اللي والدته اتشفعت بماري جرجس وعشان كده سميته على اسمه، بس كان من مدينة اسكندرية. وفي ماري جرجس الثاني اللي هو ماري جرجس المزاحم، اكبرهم او اولهم هو ماري جرجس الروماني الكبير. اخذ الاسم بتاع ماري جرجس الروماني لانه كان جندي في الفرقة الرومانية او في الامبراطورية الرومانية، وكان يتمتع بكل حقوق المواطن الروماني، ومنح هذه الجنسية في سنة 212. وكان القانون اللي هو كاراكلا كان بينص عن منح الجنسية الرومانية لجميع سكان الامبراطورية الرومانية والامراء الاصليين، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، انه كان لآبائنا الشهداء ومعظمهم كانوا او اللي من واخدين الجنسية الرومانية، ما كانش لانهم اصحاب بلد زي ما بيقولوا، ما كانش ممكن يعذبوهم باي انواع من العذابات اللي بيعذبوها للمجرمين الاخرين، لكن هم يعتبروا اشراف البلد او اسياد البلد، لكن في نفس الوقت في عقوبة او عايزين يوضعوا عليهم عقوبة، فكانت اقصى عقوبة ممكن ان هم يعملوها من دون ما يقدر يصلبوهم او يجلدوه، او مش جلد، الصلب اللي هو كان اللي اوقعوه على السيد المسيح ما كانش ممكن يعملوه مع الشهداء، لكن كان خاصة اللي هم من الدولة الرومانية، وكان اشرف حاجة للقتل هو قطع الرقبة، وعشان كده كانوا من اصحاب السيادة او الامبراطورية الرومانية، وسمي ماري جرجس الروماني. يسمى في الغرب سان جورج، وده معروف في انجلترا وفي كل الغرب، في كل الكنيسة الغربية. يسمى امير الشهداء، وحناجي للحتة دي بعد شوية، لانه اشهر لقب للقديس، والسيد المسيح نفسه اعطاه هذا اللقب امير الشهداء. يسمى ايضا سريع النتهة، ودي اللقب الدارجي او الشعبي المعروف به في الاحياء اللي هي يعني ليها دالة او ليه دالة عند هذه الاماكن. يسمى كوكب الصبح المنير، ودي بنسمعها في زغسولوجية باكر في الكنيسة. اخر اسم يسمى به وهو اسم الخضر، سيد الخضر، وده عند احبائنا المسلمين، وده نسبة الى بلدة اسمها صهوة الخضر في فلسطين، وهذه الكنيسة تصهر منا عجائب كثيرة، عشان كده له مكانة ايضا عند احبائنا المسلمين وفي مدينة فلسطين او في اي مكان. وهذا هو الاسم المتدارج، ولعلنا في تعاملنا مع احبائنا المسلمين يعرفوا مين هو سيد الخضر لماري جرجس. وتوجد قصة حدثت في ميت دمسيس، يوجد دير لماري جرجس في ميت دمسيس، ففي واحد من الناس الكبار وهو انسان غير مسيحي، انسان مسلم يسمى ابو العمايم، عمره 75 سنة، هذا الشخص حكى هذه القصة بنفسه، يقول كده: لما كنا في طلبة وفي الاجازة الصيفية كنا نمشي نقعد على شاطئ النيل جنب حتة جنب اللي هو ميت دمسيس، وفي يوم احنا وقاعدين كده على الشاطئ شفنا زي شبح طالع من النهر وجاي علينا، لدرجة كلنا خفنا. الشبح ده كان شايل فتاة عمرها بتاع حوالي 18 سنة، وسب لنا الفتاة دي ومشي. احنا شايفينه من بعيد شبح، بس هو كان شخص طلعته حلوة،
مش معروف بالنسبة لينا لأنه ما كناش نعرفه، لكن بس شكله جميل، شاب جميل. ساب الفتاة ومشي. فبيسألوا الفتاة، بيقولوا له إيه اللي حصل وانت جيتي من فين؟ قالت لهم أنا كنت في الناحية التانية، أنا من مدينة زفتة غربية، ودي من الناحية التانية من لميت دمسيس. كنت ماشي أنا وخطيبي واختلفنا مع بعض، فهو بص كده ملقيش حد حواليه، فحب إن هو يتخلص مني، ونعم الخطبان يعني، حب إنه يتخلص مني على طول. فقام أسرع حاجة عشان يتخلص مني قام رماني في النهر. اللحظة اللي أنا اترميت فيها في النهر قعدت أصرخ وقلت يا ماري جرجس الحقني، وما أشعر إلا جاجي جندي الشاب اللي انتو شفتوه دي، وهو ياخدني من النهر ويرفعني ويعبر بي النهر وينزلني عندكم. هذا الشخص الغير مسيحي أبو العمايم يقول لم تبتل ثياب هذه الفتاة أبدا، يعني طلعت من النهر وهدومة ناشفة. وقال منذ ذلك الوقت أصبح لماري جرجس في هذا المكان في ميت دمسيس له أيام حلوة، مش عايز أقول موالد مولد ميت دمسيس، لا، تمجيد ماري جرجس أو نهضة ماري جرجس بميت دمسيس. ده ما يختص به ماري جرجس، وأخذوا الفتاة بعد كده ورجعوها إلى أهلها ومجدوا الله وقديسي اللي بيحرسوا أولاده. شهيد العظيم ماري جرجس زي ما ذكرت أول امبارح، كنا الناس متداولة إنه كان في عصر دقلديانوس، ولكن المخطوطات القبطية كلها في غالبية تقول لا، ماري جرجس كان في عصر سابق لدقلديانوس، كان في وقت واحد وثني فارسي، ملك وثني فارسي غير شرعي يسمى داديانوس، وكان رجل وثني غير وليس مسيحي، وكان له سلطان على منطقة الكبادوك. لكن جاد بعد كده سيرة الشهيد العظيم ماري جرجس السكندري اللي ارتبط مع الملك دقلديانوس، عشان كده الناس اختلط عليها الأمر انه ماري جرجس الروماني كان في زمن دقلديانوس. لا، ماري جرجس كان قبل دقلديانوس في عصر داديانوس الملك الوثني، لكن ماري جرجس السكندري، وزي ما قلت قبل شوية انه ماري جرجس السكندري جاء بناء على شفاعة ماري جرجس الأولاني اللي هو الروماني لما جاء والده وحضر تكريس كنيسته. دي مجرد عجالة وسرعة عن هذا القديس العظيم. لكن ماذا نجد في حياة ماري جرجس؟ ماذا نجد في حياة آبائنا الشهداء؟ ماذا نجد في حياتنا نحن؟ وهم غلبوه بدم الخروف، وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. دي من كلمات السيد المسيح لماري جرجس قبل استشهاده، من مخطوطة بديره في مصر القديمة. أقسم بذاتي يا حبيبي جرجس، وده اللي خلاني إن أنا بنعمة ربنا أختار هذا عنوان اليوم، هو أتحبني أكثر، هو لقاءنا اليوم. لكن نسمع ما قاله السيد المسيح لماري جرجس. أقسم بذاتي يا حبيبي جرجس أنه كما لم يقم في مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، كذلك لا يكون أيضا في الشهداء من يشبهك، ولن يكون لك نظير منهم إلى الأبد. وقد جعلت لك اسما شائعا حسنا في ملكوتي، وقد أعطيت نعمة لاسمك وصيرته ميناء خلاص لجميع البشر، لكي
كل من يذكر اسمك من الرجال والنساء ولو كانوا في جميع الشدائد فإنني أستجيب لهم سريعا وأعطيهم سؤل قلبهم. ماذا وجدت يا رب يسوع في شهيدك ماري جرجس لكي ما تناديه بهذا الاسم حبيبي جرجس؟ السؤال الذي يسأله سيد المسيح لنا اليوم: أتحبني أكثر؟ سأل السيد المسيح هذا السؤال لمعلمنا بطرس الرسول، وقال له في يوحنا 21 عدد 15: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له: ارعى خرافي. ده أول سؤال سأله السيد المسيح لمعلمنا بطرس: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ لو جيت سألت سؤال، لو إنسان صديقك سألك سؤال أتحبني، هيكون ردك ايه؟ لو ام بتسأل اولادها أتحبني، الاولاد احيانا يجوا يسألوا: انت بتحبني يا بابا؟ انت بتحبيني يا ماما؟ طب بتحبيني قدر كيف؟ الزوج بيسأل زوجته أتحبيني، والزوجة تسأل زوجها أتحبني. دي المعاملات البشرية الإنسانية، وطبعا ما في قلب كل إنسان هو اللي بيرد عليه للآخرين، لكن مش هو ده موضوعنا. لكن لو جاء السؤال ومحك اختبار يسأل السيد المسيح له المجد نفسه لكل واحد منا النهاردة: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أتحبني أكثر من أهل بيتك؟ أتحبني أكثر من أولادك؟ أتحبني أكثر من ممتلكاتك؟ أتحبني أكثر من أي شيء تمتلكه في العالم؟ ماذا يكون ردنا؟ المسيح منتظر مننا جواب يا أحبائي. هل نقول له زي معلمنا داود النبي: أحبك يا رب يا قوتي؟ ومين مننا ما بيحبش ربنا يا أبونا؟ مين مننا ما بيحبش ربنا؟ تعالوا حنكتشف مع بعض، يا ترى احنا فعلا بنحب ربنا ولا هي مجرد كلمة متداولة؟ لدرجة أن السيد المسيح قال في يوحنا 12: لأن هؤلاء أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. ممكن نحب نسمع كلمات مديح من آخرين، ممكن نحب نسمع كلمات مجد من آخرين، تكبير، تفخيم، حاجة كبيرة أكثر من مجد الله. أتحبني أكثر؟ خلي جوابك النهاردة اللي عايز يسمعه الله: حب الله أكثر من الناس. النهاردة بقول لك: حب الله أكثر من الناس. قال السيد المسيح: من لا يبغض أباه وأمه أو أخته أو زوجته أو أولاده فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. هو ده. نكره إزاي يا رب؟ لا، ما قلتش اكره، بس ما تحبش حد أكتر مني. دي أنانية يا رب؟ لا، مش أنانية، مش أنانية، بس لأني أنا حبيتك. قد أحببتك أنت لي، في أشعياء 43: قد أحببتك أنت لي. أنا اللي خلقتك بإيدي، وأنا اللي اشتريتك بدمي،
على عود الصليب. عشان كده أنا ليا فيك أكتر، أنت ابني، أنت بنتي، أنت حبيبي. عشان كده بقول لك من لا يحبني أكثر لا يقدر أن يكون لي تلميذا. مش أنانية، بس لأني افتديتك، لأني اشتريتك، لأني حبيتك، لأني رجعتك مرة تانية لمكانك في الفردوس. الناس مش هيعملوا لك حاجة، مفيش واحد هيضمن لك الأبدية، مفيش واحد هيضمن لك خلاصك. أنا اللي بس هضمن لك خلاصك، مسيحك بس هو اللي هيضمن لك خلاصك. لما نجو عشان يحاكموا معلمنا بطرس ويوحنا، قالوا لهم اوعوا تنادوا بهذا الاسم مرة تانية. أجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. معلش أسفين، المسيح الأول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، لدرجة جو قالوا لهم بعد كده أو قبل كده في أعمال 4، أجابهم بطرس ويوحنا وقالا إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا. مش أنتوا بتوع الشريعة؟ مش أنتوا بتوع الناموس؟ تفتكروا أنه إحنا ممكن نسمع ليكم كبشر أكثر من الله اللي موصينا، اللي أعطانا هذه الإرسالية؟ ما نقدرش. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. أنت بتعمل حساب مين في حياتك؟ انت بتعمل حساب مين؟ اعمل حساب الناس، ما قلتش لا، لانك لازم تعمل حساب الناس. ليه؟ لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. لازم تعمل حساب الناس، بس مش على حساب ربنا، مش على حساب المسيح. قال معلمنا بولس الرسول ان كنت ارضي الناس فلست فلست بعد عبدا للمسيح. لو أنا عملت حساب للناس على كل حاجة، ده حيزعل وده حيتضايق وده حيعمل وده حيبعد وده حيغضب. المسيح كلمته حق، إن كان شيء يتعارض مع المسيح آسف. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، واللي قدامي ده حيعرف فيما بعد، هيعرف فيما بعد ان انا كرمت مسيحي وديته مكانته اكثر من الناس. حب الله اكثر من الناس. اتحبني اكثر؟ في يوم الدينونة يحمينا المسيح يا احبائي. قال السيد المسيح في يوحنا 3:19 وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة. يا خسارة، أكثر من النور. الناس حبت العالم أكثر من المسيح، الناس حبت الشر أكثر من البر، الناس حبت الظلمة أكثر من النور، الناس حبت العالم بما فيه وما عملتش حساب لده، ما عملتش حساب لكلمة المسيح. عملوا حساب لكل شيء للعالم وما عملتش حساب لكلمة المسيح. عشان كده يقول عنه الكتاب المقدس أحب الناس الظلمة أكثر من النور. عارفين ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة وبالتالي مش عايزين ياجوا للنور. إني أريد رحمة لا ذبيحة، معرفة الله أكثر من المحرقات. بتدي عشور، الله يباركك. بتقدم تبرعات، المسيح يديك أكثر وأكثر. بتقدم خدمات، ربنا يزيد ويبارك. المسيح مكانته فين في ده كله؟ تعرف المسيح؟ عشرت المسيح؟ أقول لك أني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من المحرقات. مقبولة، بس مش هي اللي حتدخلني برضو السماء.
هيدخلني السماء وحاجة واحدة بس يا أحبائي، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يوم ما تحب الله أكتر من الناس تزداد محبتك للآخرين، هيكون عندك محبة أكتر. عشان كده بقول النهاردة الله بيضع لينا معايير ومقاييس. لو الحاجات الجاية دي كلها أقل، معناه اعرف انه محبة الله أقل ومحبة الناس أكتر من محبة الله. واخدين بالكم يا أحبائي؟ ده الفاصل. محبة الله أكتر من الناس، هتلاقي نفسك انك بتحب أكتر. معلمنا بولس الرسول في فيليب 1:9: وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. تزداد لله. افهم قصد الله في حياتك، اطلب خطة الله في حياتك. في كولوس 2:12: وأما أنا فبكل سرور أنفق لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر. النتيجة إيه؟ أحب أقل. كل ما معلمنا بولس الرسول يحبهم أكثر يلاقي رد الفعل مختلف تماما. ليه تفتكروا يا أحبائي؟ أهل كورنثوس دول كانوا صعبين. أهل كورنثوس ده كانت الخدمة في وسطهم صعبة. طب أنا بقدم حب، إيه النتيجة؟ أحب أقل. ليه؟ لأن في ناس رافضة كلمة الله، ومدام رافضة كلمة الله يبقى حطوا علامة كروس على معلمنا بولس الرسول. أمال مين اللي بيحبه؟ اللي حيزين يزدادوا في المعرفة وفي الفهم، اللي مشتاقين انه يسمعوا كلمة الله. حب الله اكتر من الناس تزداد محبتك للآخرين حتى لو حبوك اقل. اقول لكم هذا انه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكتر من 99 بارا شايفين نفسهم ابرار لا يحتاجون إلى التوبة. إذا كان السماء بتفرح أكتر، أنت قلبك شغال إزاي من جوة؟ أنت بتعمل إيه من جوة؟ أتحبني أكثر بالتالي بعمل أكتر. سفر الرؤيا يقول كده: أنا عارف أعمالك وعارف محبتك وعارف خدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. يا شوفوا الإنسان اللي يتدرج في محبة الله، كل يوم تزداد محبة ربنا أكثر، كل يوم يعمل أكثر. أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. ده في الأول بيقول له كده: إيه عندي عليك؟ أنك تركت محبتك الأولى. بس جاء قال له كده بعدين: لقيت إنه أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. مقياس. أمشي أكثر شوية أحبائي، عطايانا تقدماتنا مش مهم بالكم، المهم من أنهي قلب. الحق أقول لكم أن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع. هم كلهم فلسين يا أحبائي. أتحبني أكثر؟ يبقى حب الله أكثر من الناس، هتلاقي نفسك أنك بتحب أكثر في المعرفة وفي الفهم وفي محبتك للآخرين. هتلاقي انك انت بتعمل اكتر لمجد المسيح وتخدم اكتر لانك بتحب المسيح. الحاجة الثالثة: تستفاد اكتر. يعني ايه تستفاد اكتر؟
اقول لكم على طقس كده حلو بنعمله في الكنيسة لربما مش مخلين بالنا ليه. يوم ما بنجيب الطفل قبل ما بنعمده بنرشمه بثلاثة انواع من الزيوت. الزيت الاول زيت بسيط عادي زيت زيتون بنسميه زيت موعظة او زيت عظة، ونرشم به الطفل ونقول كده للوالدين الزيت ده معناه ان احنا بنطلب من الله انه يفتح مسامع قلب هذا الطفل، مسامع قلبه وودانه عشان يشتاق باستمرار انه يسمع كلام الله ويعيش بكلام الله. والزيت الثاني زيت الغليلون هو زيت الفرح، الانسان اللي يسمع لكلمة الله ويشتاق اليها يقول عنه الكتاب المقدس وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. زيت الغليلون هو زيت الفرح. والزيت الثالث اللي بنرشم به هو زيت الميرون بتاع سر الميرون. بنوصي كده الوالدين خلي الكتاب المقدس باستمرار مفتوح قدامكم في البيت وقدام أولادكم عشان لما يكبر يشتاق انه يسمع ويعرف ويقرأ في كلمة الله. الاستفادة أكتر. ليه بتقول الكلام ده يا ابونا؟ عشان معلمنا بولس الرسول يقول كده في عبرانيين 2:1: لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته. ننتبه أكثر إلى ما سمعنا. نبهت في بداية النهضة وقلت يريد ان الناس تتعلم السنة دي ان احنا نسمع، نقعد عشان نسمع، مش اول ما يخلص التمجيد الكل ياخد بعضه ويمشي والنتيجة مش محتاجين ان احنا نسمع. انا لا ادين انسان ولا اعرف ظروف اي انسان، بس يا ترى هل الكل عنده ظروف؟ هل الكل مستعجل ضروري؟ لربما. لكن الكتاب المقدس يكلمنا يا أحبائي يقول لنا كده: لذلك ينبغي يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لئلا نفوته، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ الإيمان بالخبر والخبر بإيه؟ بسماع كلمة الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول يجي في عبرانيين 10 يقول لهم كده إيه: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. لسه يوم الأحد اللي فات كنت بتكلم عن امتحان في لبس والجموع اللي أشبع السيد المسيح في يوحنا 6. تعالوا شوفوا بعد كده في يوحنا 6 تكملت الآيات، نلاقي إنه السيد المسيح الجموع ابتدت تتلم حواليه وقالوا له: انت فين يا سيد؟ احنا قعدنا نفتش عليك اليوم كله. قال لهم برضو: يعني انتوا بتفتشوا عليا؟ متأكدين؟ يا ترى بتفتشوا عليا عشان عايزين تسمعوني، ولا بتفتشوا عليا لانكم ايه؟ لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم. احد الاباء المعاصرين قال كده على هذا الأمر يا أحبائي: أصل إحنا مرات الاجتماعات يعني بننجي الاجتماعات. طوبى لمن تبع المسيح بإيمانه وليس ببطنه، وطوبى لمن خدم في الكنيسة لحبه في المسيح وليس لأن المسيح يعطي طعاماً.
قول جايبه من أحد الآباء المعاصرين في كنيستنا هذه الأيام: طوبى لمن تبع المسيح بإيمانه وليس إيه؟ وليس ببطنه، لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. مسكين الإنسان اللي بيفتش عن المسيح بس عشان بيدي أكله وبيدي عطايا وبيدي بركات، ونسى الإنسان إنه محتاج أن يسمع لكلمة الله لخلاص نفسه. غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. يا أحبائي، هتكون الاستفادة أكتر وتتعرف على الملكوت أكتر وتشتاق إلى الملكوت أكتر. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. تحب أكتر الله أكتر من الناس، هتحب أكتر، هتعمل أكتر، هتستفاد أكتر، وأخي هتدقق أكتر في حياتك، هتدقق أكتر في حياتك. يسلكون في طريق شرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. الحاجات البسيطة اللي بتتغافل عنها واللي بتقول دي مش مهمة أو عادية زي ما كل الخطايا، لا، هتكون مدقق. يعني كلمة الحلفان والله وبالله وعليك الله والكلام ده كله، هتكون مدقق أكتر. عارف ليه؟ لأنك بتحب الله أكتر، لأن اسمك عظيم يا رب. بنقول كده في القداس يا أحبائي: اسمك عظيم، اسمك مرهوب، اسمك مخوف ومهوب. وإحنا كلمة والله دي يا خسارة، يا خسارة، يهان اسم الله على ألسنتنا. عارفين ليه؟ لأنه ما فيش تدقيق. يلا زي ما احنا تعودنا كده يا ابونا، واحنا ما عشنا حياتنا كلها، يعني جايين دلوقتي؟ لا، مش جايين دلوقتي، بس فوق. يعني ربنا حيمسك عليه؟ اقول ممكن. لا تحلفوا ايه؟ جبت كلام من عندي. لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض. هو الوحيد الذي يقسم بذاته. انت ما تقدرش تحلف باسم الرب، لا تملك هذا الاسم. أنا لا أملك أن أحلف باسم الرب، وما بالك إذا كان اسم الرب إلهك إيه؟ باطلا كمان. فين التدقيق؟ حب الله أكتر من الناس، هتلاقي نفسك مدقق في هذه الكلمة. وقس على ذلك ما يخرج من أفواهنا. آخر حاجة يا أحبائي، يوم ما توصل للبرية دي كلها وتمشي بحياتك بهذه الصورة، حب أكثر وتعمل أكثر وتستفيد أكثر وتدقق أكثر، تأخذ مجد أكثر، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. هتأخذ أكثر أضعاف أضعاف. لما بطرس الرسول قال له كده: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك يا رب، هناخد ايه؟ قال له كده: الحق اقول لكم هتاخد اضعاف اضعاف. مع ايه؟ مع ضيقات. لازم يعني؟ لانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل الملكوت. احبائي، ابائنا الشهداء حبوا الله اكثر، اكثر من انفسهم، اكثر من الاخرين، اكثر من كل الناس. لم يحبوا حياتهم حتى الموت وسفكوا دماءهم. وطبعا لابد أن نذكر في هذه النهضة مجرد معجزة سريعة لكن عجيبة لقديسنا العظيم الشهيد العظيم ماري جرجس. المعجزة دي حصلت في دول الخليج يا أحبائي. صاحب هذه المعجزة هو طبيب مصري مسيحي، كان بيعمل في احدى دول الخليج وتعرض لمشكلة كبيرة جدا. واحد من المرضى جابوه في العناية في الامرجنسي في الاسعاف، وعالجوه من غير ما انهم ينادوا الطبيب المسؤول اللي هو كانت هذا الطبيب المسيحي. عالجوه غلط. النتيجة كانت ايه؟
الرجل حصل فيها التهاب، والالتهاب تطور لدرجة انه تعفنت الرجل ووصلت الى درجة غرغرينة، يعني ماتت الانسجة. كانت النتيجة ايه؟ بتر الرجل، قطع الرجل. كان المسؤول او كان المعالج في ذلك الوقت طبيب اخر غير مسيحي. ابتدى التحقيق، الانسان ده وصل الى هذه الدرجة ازاي؟ نصحوا هذا الطبيب المسيحي، قالوا له عشان تطلع من المشكلة دي كذب عشان تنقذ نفسك. ليه؟ لانه في جزائين. الجزاء الاول انك انت هتوقف من المهنة بتاعتك، وبالتالي اقامتك في البلد دي خلاص انتهت. الجزاء الثاني والاصعب وحسب الشريعة بتاعتهم انه يقطع رجلك انت ايضا. هتقطع رجلك انت ايضا، مش بس المريض، ما انت تسببت في هذا المريض، قطع رجل هذا المريض. رفض هذا الطبيب ان يكذب، اصله ايه؟ اصله انسان مدقق، اصله ايه؟ اصله انسان حب الله اكتر من الناس. وبالتالي تم التحقيق معه بصفته الاخصائي المسؤول، وتم حجز المريض يا احبائي لهذه الجراحة. في يوم الجراحة بكى هذا الطبيب امام صورة ماري جرجس، وفعلا بشدة وبإيمان طلب معونته وشفاعته، لانه زي ما قلت اقل العقوبات انه هو يطردوه من المهنة بتاعته وينهوا العقد بتاعه، اصعب العقوبات انه تقطع رجلين. في الليل مشى الطبيب عشان ومعاه زيت ماري جرجس، وقال ما عنديش حل سوى ان ادهن الرجل دي بزيت ماري جرجس، وبايمان الله يصنع معجزة. مشى بالليل لقى ابوه قاعد مع ابنه، فالدكتور بيكشف الرجل، منظر صعب، ريحة وحشة. الابو بيقول له بتعمل ايه؟ قال له بكشف على الرجل عشان اجهز للعملية بكرة. واذ بي وياخد الزيت ويمسح بيه رجل هذا الانسان المريض. كان منظر الرجل مرعب يا احبائي. وفعلا تم التحضير للبتر، وما زال هذا الطبيب يصرخ لشفيعه ماري جرجس. وهنا تحدث المعجزة. يتدخل ماري جرجس فين؟ في أوضة العمليات أمام الطبيب وأمام كل الأطباء وأمام والد هذا المريض. وإذ بيجدوا بأنه اللحم بيبتدي أنه هو إيه؟ يبتدي تظهر فيه علامات حمراء، أو يعني ابتدى زي الدم يمشي فيه، يعني الخلايا ابتدت إيه؟ تحيا. الخلايا ابتدت تحيا تاني. وتقول القصة المعجزة أنه يختفي الموت من القدم تماما وسط دهشة كل الأطباء ووالد هذا المريض. أحد الأطباء غير المسيحيين سأل هذا الدكتور، قال له مين اللي عمل العملية، العذراء ولا ماري جرجس؟ مين اللي عمل العملية، العذراء ولا ماري جرجس؟ ابتسم الطبيب ولم يريد أن يجيب بأي إجابة، ولكن لم يجد نفسه إلا بدموع فرح وتهليل وتسبيح لإلهنا الصالح ربنا يسوع المسيح، اللي فعلا أعطى قديسي هذه القوة وهذه البركة وهذه المعجزات يا أحبائي. وما جاءت إلا لحظات، وتذكر فيها هذا الدكتور ما قال معلمنا بولس الرسول، إحنا مش متروكين لوحدينا في الأرض يا أحبائي، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح عنا كل ثقل الخطية المحيطة وكل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. السلام لك يا ماري جرجس،
السلام يا أمير الشهداء، كل من يقرأ سيرتك وقصة حياتك لا يجد نفسه إلا أن يطوبك ويمجدك ويعظمك ويمجد مسيحنا الذي يكرم قديسيه ويتمم وعد القائل: من يكرمكم من يكرمني. ماري جرجس أحب ما الله أكثر من كل الناس، وأحب الله أكثر من نفسه، لذلك قدم حياته شهادة حية على ممر العصور: هذا هو إلهي فأمجده، هذا هو إلهي فأسبحه. هل لنا أن نتمثل بإيمانهم كما قال الكتاب المقدس: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. الله يعطينا أحبائي في هذه الأمسية وفي هذه العشية المباركة ببركة وشفاعة الشهيد العظيم ماري جرجس، أن تكون في قلوبنا هذا الحب الكبير، هذا الحب الأكثر، حتى عندما يأتي في مجيئه الثاني وعندما يأتي في ملكوته حيسألنا هذا السؤال: أحببتني أكثر من كل هؤلاء؟ نريد يا رب أن نكون فعلا إجابتنا: أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أننا نحبك يا رب، لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد.